شارع يغلي في وجه سلطة تتآكل كل يوم، وفي حين تقترب سلطة الميليشيا من حالة الانهيار إلا أنها لم تتخلى يوما عن أهم ركيزتين لها، الفساد والقمع. تتصاعد وتيرة الاحتجاجات ضد سلطة الميليشيا الحاكمة في صنعاء، وكل يوم تنضم فئة جديدة إلى الشارع المناهض لقرارات الانقلابيين وسلوك مسؤوليهم. من جامعة صنعاء التي دشنت مسار الاحتجاجات قبل أشهر ولا تزال تتصاعد حتى اللحظة، إلى تجار العاصمة الذين لوحوا قبل أيام بتصعيد احتجاجاتهم ضد ممارسات مسؤولي الميليشيا وقياداتها على خلفية فرض السلطات في صنعاء إتاوات تتزايد كل يوم لتمويل فساد مسؤولي الميليشيا وتمويل حروبها. مستشفى الثورة العام، أكبر مستشفيات البلد، خرج موظفوه إلى الشارع أيضاً للمطالبة برواتبهم المنقطعة منذ قرابة 5 أشهر، وهي المطالب التي قوبلت بالتجاهل من إدارة المستشفى المعينة من قبل ميليشيا الحوثي، مما دفع الموظفين للإضراب وعدم التجاوب إلا مع الحالات الحرجة التي تصل إلى المستشفى. عدد من المؤسسات الخدمية والتعليمية انضمت للاحتجاجات. مؤخراً انضم طلاب البورد العربي الذين يعتصمون أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بإلغاء رسوم غير قانونية فرضتها سلطات الميليشيا. ولا يبدو أن هناك توجهاً من قبل السلطات الحاكمة في صنعاء للتجاوب مع أي من تلك الاحتجاجات والمطالب. تتعامل سلطات الميليشيا مع الاحتجاجات المتصاعدة في صنعاء بكثير من اللامبالاة والقمع، في حين لم يتوقف فساد المسؤولين المعينين من قبلها، وكأنهم في سباق مع الزمن لنهب أكبر قدر ممكن مما يمكنهم نهبه.